بحث وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي ونظيره الصيني الجهود الرامية إلى الحد من التوترات التي تشهدها المنطقة والحيلولة دون توسيع رقعة الصراع بها وخلال اتصال هاتفي حذر عبد العاطي من مخاطر اتساع رقعة الصراع في الإقليم وتدعيتها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرار شعوبها مشدداً على أن مصر حرصت منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة على العمل المشترك مع الصين وكافة الدول الإقليمية والدولية الفاعلة من أجل وقف نزيف الدماء في القطاع وهو قطاع غزه والحيلوله دون توسيع رقعه الصراع كما اشار الى ان انتهاج اسرائيل لسياسه اغتيالات السياسيين وانتهاك سياسه الدول قد فاقم من حده الازمه وزاد من التوتر الاقليمي بشكل ملحوظ